السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالأشغال اللي راهي جارية في طريق اللي يربط مدينة تسالا المرجى هنا بالساحل على مستوى منطقة دواودة مارين هنا وشاطئ كولونيل عباس. إذا نشوف هنا أنه الطريق هذا نزيد نوضح شوية أكثر، فيه أشغال هنا، نشوف هنا فيه أشغال نتاع محول هنا، وفيه هنا طريق هنا كذلك يروح باتجاه طريق سيار شرق غرب باتجاه بيرتوتا. إذا فيه هنا يا أشغال راهي، وهذا هو طريق سيار شرق غرب، وهنا فيه أشغال لربط الطريق هذا السريع بطريق السيار هذايا على هذا المستوى هنايا. إذا هذا الطريق هذا فيه أشغال كثيرة راهي جارية لازدواجيته. هنا نشوف بأن الطريق هنا تم ازدواجيته، وهنايا بداية الأشغال من هذه النقطة هذه، يعني بداية الأشغال من مدينة تسالا المرجى باتجاه إذا الساحل. إذا وهنا نشوف الأشغال، في هنا منطقة هذه ما زالت الأشغال جارية هنايا، وسوف نشاهد جانب من هذه الأشغال في الصور التي سوف نضعها في آخر الفيديو. ونلاحظ أنه كاين تجمع سكاني، يعني فيه عائق نتاع بعض يعني السكنات اللي جاية على الطريق، مازال لم يتم تسويتها يعني بلا الاكسبروبرياسيون، بعض الاكسبروبرياسيون. نشوف الجانب هذا والجانب هذا هنايا تاع الطريق، راح يعني قيد الاشغال هنا في الجهة هذه. اذا هذا هو المشروع نتاع الطريق اللي يربط كما قلنا، هنا نشوف اشغال اخرى، اذا يربط مدينة تسالا المرجى بالساحل على امتداد، نشوف المسافة نتاع الطريق هذه. حوالي 22 كيلومتر، يعني خط مستقيم. إذا حسبنا الميول تاع الطريق فممكن تكون الطريق هذه فيها حوالي 25 أو 26 كيلومتر، وهي الطريق هذه من نوع A2، يعني طريق سريع فيه زوج أروقة برك. إذن هذا هو المشروع. هنا نشوف أشغال أخرى موجودة على هذا المحول الجديد هنا قيد الأشغال، وهنا نشوف أنه فيه الطريق هذا تم تسويته هنا باتجاه كما قلنا الساحل، وكذلك ربطه بالطريق زيرالدا بن عكنون، الطريق السيار الشمالي. هنا يمر على منطقة تاع دواودة، ما يعني بلدية دواودة هنا. وهنا نشوف لاحظ هنا الطريق هذا هنا مازال يعني الأشغال تبدو منتهية فيه هنايا. شوية الكونيكسيون ناقصة شوية على الاتحال، لكن تظهر. وهنا نشوفوا لهنا المحول اللي وصل الطريق هذا بطريق السيار نتاع زيرالدا بن عكنون، إذن باتجاه الشاطئ هذا هنا، شاطئ كولونيل عباس كما قلنا. نخليكم مع الصور نتاع المشروع هذا، والسلام عليكم.